نظام هجري يمدر أمان ببعاد وحكم الزمان. وبدتنا عشرون كانت سنة 26 بدايتي معه في أول أغنية له وديتها له كانت طال هجري يمدر أمان، فغناها سرور وبعدها بدأت المعرفة بيناتنا وبقيت أي قصيدة أمينة ويحتكر لسرور يعني احتكار كده. طال هجري يمدر أمان ببعاد وحكم الزمان كانت أول أغنية أنا أديتها لسرور وكان وجدت في بيت فرح بعدين ناولت اياه ومكتوبه في ورقه بعدين قراها وبعدين سالوني لحد ما تعرفنا وكانت البدايه معاه من سنه 26 ومشينا لحد اخر لحظه في هذه الشهر لحد الاخر. فاحنا كنا بنسهر ونمشي في الاعراس وفي نفس الوقت بندور على الطرب وبنسمع الاغاني وبنعمل كل حاجه واحنا لسه ما كنا فهمنا لها يعني معنى كثير. ولكن بعد ما تحررت من الطنبور واصبحت الاغاني مستقله بنفسها بعدين حتى بدينا هنا نفكر فيها ودخلنا فيها تحسينات عملنا فيها مسبة وعملنا فيها مربع وعملنا فيها موشح وعملنا فيها كثير جدا من الاشياء اللي سياتي لحد اخر لحظه. بعادي حكم الجمال
جميل الرسم الجميل يا حليل محياه الجليل فكري طايش يا قلبي ميل ببعادي حكم الجمال وانا هيئي يا ذو الامان ببعادي حكم الجمال السلام يغشاك يا سعاد لي وفي الحب السعاد روحي انكرم دور سعاد لي وفي الحب السعاد